شو أقول؟ أقول لا، المجتمع نقصه للأسف. نعم. يعني أنا بعض الأحيان أمر أشوف أن ذول الحلاقين يحفون كما كانت تحف فلان الحفافة إلى أمهاتنا وكذا. ليس مناسبا، ما جاء أقول حرام، ليس مناسبا لرجل شاب فحل ها؟ ويجعل من حواجب فتيات مائعات، ليس صحيحا هذا. وسيدنا النظافة إلها حسب تعبيرنا إلها حدود. أنت لما مولانا تأخذ حاجبك تسوي كأنما خيط، هذا مو نظافة، هذا تتمثل بالنساء، تتمثل بالفتيات، هذا التشبه بالنساء. خلي مكياج عيف المكياج. فليس مناسبا إزالة الشعر الزائد، شوفوا إزالة الشعر الزائد هذا لا بأس به، أما أنا أسوي طريقة اللي هي في الواقع تتناسب مع الفتيات والجنس الناعم، هذا ليس صحيحا كرجال وفتى يتوقع منه أن يكون رجلا صلبا خشنا بهذا المعنى، بعيدا عن الميوعة والابتذال.